في صعدة، شن طيران العدوان السعودي أكثر من 28 غارة على مناطق متفرقة في المحافظة. مصدر محلي أوضح أن الطيران المعادي شن عشرات الغارات على مديريات السحار وحيدان والظاهر ومناطق مجاورة لها. أشار المصدر أن طيران العدوان السعودي حلق بكثافة في سماء مدينة صعدة وضواحيها، أكد مديريات ومناطق في المحافظة. شن طيران العدوان السعودي خلال الأيام الخمسة الماضية عشرات الغارات الجوية على محافظات عمان.